الدنيا على برشا ما جيناش في الكونفيرونس. خيرنا هذايا يعني بعد برشا كلام قالوا برشا ديفيرسيون سمعناها سواء في الساحات المكتوبة سواء في الدرس. خيرنا ما خدمناش في سكيت من كل حاجة رسمية. الحمد لله اليوم عندي العادة بالي واللي فرحان بيه في سكيت واللي فرحانين بيه نحن وإن شاء الله ربي يوفقنا. نحكي على روحي برسوناليمون يعني هذا شو اتخذته ما حبيتش نمشي الخليج الوقت هذايا. شفت بالبوتنسيال اللي واحد عنده بالعمر 23 سنة مش وقت نمشي الخليج. وصحيح انت قلت يعني تدوس في الاسبيرونس ولا في الكبير الاخر مي ظهرلي الناس الكل تعرف يعني العشرة بينا وبين السي اس اس والناس الكل تعرف حب السي اس اس وشنو باش يحس جمهور السي اس اس كان يمشيو لاسبيرونس ولا مكلوب. وبالنسبه لاوروبا يعني العرض نتاع نادي ماس ماهوش بالعرض يعني شويه فلوس كما يقولوا برشا عباد يعني توا الفرق الاوروبيه الكل تعاني من الكريز هذايا نتاع الاموال. ويعني العرض ماهوش شوية يعني 4 مليارات في فيلم كوزي وهذا يجب نعلم تنظيم في النادي رابط فيها في البداية. وبيشير نحن مع كل كان الحمد لله مستعين بان والله سلبي يعني هيك على خروج من باب كبير نحب نقف على النقطة دي. فهذا أنا في الجاي من اللي بدأت لندي أتبع فينا ومن اللي بدأ يعني سامينا تعلم شوية بشوية. أول حاجة خامنا فيها أنا نخرج من باب كبير من السياسات نعرفوا ما فما برشا جوالات خارج من باب كبير نعرفوا اللي الظروف صعيبة نعرفوا اللي باش يخمم في النادي الرئيس فارسي كيما يخمم فينا ويخمم في برشا فلوس بدات تصير الانجروناج بينا وبين سي لطفي. مي ظهر لي يعني كان يتعاون معنا هاتين وبونا ويعني كانت عند كلمته وفهمنا معاه وقت اللي باش نلقاو عرض يعني باهي لينا نحن والنادي الاسبيرتي باش نخرجوا من الباب الكبير. والحاجه اللي كيف ظهر لي حاجه باهي لينا في الجانية انا قعدنا نتلاعب مع النادي الاسبيرتي قعدنا يعني ما ضيعنا حتى سيونس انترينمون ما عملنا حتى شيء. هذا يعني ماهوش مزيه هذا واجب. بالنسبه للعقد نتاعي تعيينا يعني فرحان به الحمد لله تفاهمت معهم على كل شيء. قاعده دي ديتاي صغيره اللي ماناش نتخالفوا فيها سيرمون وان شاء الله بعد ماتش تونيزيان تمشي بصحه العقد وما حتى مشكل. فخر الدين شفنا برشا تتاثر منكم الفرجاني وكذلك من جمهور النادي الاصفاقسي وتجات المريول هذا في برشا عابره يعني. والله بيان سور يعني النادي الاصفاقسي يعني حاجه باش تقعد في مخاخنا بالحق يعني حاجه ما تنساش. عرفنا لهنا برشا فرحه عرفنا برشا عباد يعني حبونا قدرونا وقفوا معنا فرحوا معنا في الباهي وقفوا معنا في الخايب. ظهر لي يعني حاجات ما تنساش كما قلت لك وان شاء الله العباد تكون راضيه علينا باللي عملناه وان شاء الله واحد كان نهار اخر يعني كمل كاريره بالكده ان شاء الله زاد يرجع للسي اس اس وما عندي حتى مشكل يعني هذا سي اس اس اللي عرفوني بها العباد وهي اللي وصلت اسم فخر الدين بن يوسف يعرفوه توانسه الكل وحتى في اوروبا وفي الافريق. فضل السي اس اس ما يتنساش وفضل جمهور السي اس اس ما يتنساش. لازم تقول بيبليك فخري. والله بيبليك السي اس اس يعني كما قلت لك وقف معي انا وقف مع جوالات الكل ما ننساش يعني الشامبيونا اللي عاونونا عليها برشا ما ننساش وقت الخسارات يجيونا بالورد يعني الطيب ميري. هذا بالحق يوري للجمهور هذا يعني فنان ويفهم الكره بالحق ما يهموش كان في الريزولتا حتى كي تقدم الاداء وتبدا الكره مش ماشيه معاك يقف معاك بالقدا. نقول لهم ان شاء الله نراو سي اس اس ديما بخير وان شاء الله نشوفوا الطيب مهيري ديما معبي بالجمهور وبالدربوات وراهو
الجمعيه يعني الجوارات تمشي وتجي، لي زونترونور تمشي وتجي، الاداره تمشي وتجي، ما راكم انتم تقعدوا ديما واقفين مع الجمعيه وما يدوم في الجمعيه كان انتم. اساسي بعد مسلسل مكسيك كبير فرجاني في ماس وكذلك مكسيك، ودي شفنا برشا تاثر منك من فخر الدين مش غادر السيسس. صحيح المسلسل المكسيكي وفيه كيما تقولوا انتم، الحمد لله. أنا الحاجة اللي فرحتني اللي أنا الحمد لله كنت عند كلمتي وقلت ما نخرج، كان البيبل كبير نسنف على النادي ونخرج أنا، الحمد لله في بالي اللي حبيت عليه وصلت له، سكتنا برشا عباد اللي كانت شاكة في فرجاني وفرجاني باش يخرج ليبر كل شيء. صحيح واحد متأثر برشا معناها من الداخل يعني بك ربي، خاطر باش يخلي معناها كيما نقولوا واحد أنا باش يسافر باش يخلي داره وعائلته، لا غالب هذاك المكتوب باش يقعد ديما سيس في قلوبنا. نشكر برشا الجمهور والنادي اللي عطانا وخلينا معناه سبب النجاح نتاعنا، هو سبب ان شاء الله نرجعوا له، وان شاء الله نشوفوه ديما متالق، وان شاء الله نكونوا نحن ما قصرناش معاه معناها حتى في شويه عرق ولا حاجه، ان شاء الله الواحد يكون ادى الواجب نتاعو كما يلزم وفرح العباد. على غالب ديما تقعد الشامبيونز ليغ هذيك الحاجه الوحيده اللي الواحد ما فرحش بها النادي، ان شاء الله واحد ان شاء الله الجولات اللي جايين بعدنا ان شاء الله يهزوا الشامبيونز ليغ ويفرحونا فرحوا الشخصيه الكل. مش نيته محاط فرجيني سيسي بعد ما يخرج من اتفاقسي مادز، سمعنا انت فريق في اخر ترتيب، وش نجم تقول على الشيء؟ ولا اي واحد ذي شفنا مادز معنا اكثر فريق كان سياحة مدى برشا عندي معناها كنت كتير بينا احنا، لكن اكثر فريق كان معناها اللي هو معناها اكثر حاجته بينا وجدي معنا هو فريق مادز، لقينا برشا سيريو، دونك واحد يحب يدخل كوب دافريك وهو مركز ويدخل يخمم على ماتش واحد في كوب دافريك من غير ما يقعد مركز في ليكيبات او عندي كيب هذه او كيب هذه في الكونترا، دونك واحد ان شاء الله يكمل يتم الامور ويسهل ربي، وديما طموحات واحد يخدم على روحه باش يكون ديما مخير ان شاء الله. واحد تبدا ذي يبدا معنا يبدا بفريق مادز ومن بعد بشوي بشويه لين يلقى روحه في فريق اكبر ان شاء الله.